احنا ما في ان نقدر نواجه اليوم. البعض يقول لك ان وتحدث فيه الرئيس الامريكي ان احنا بدون الدعم مالنا دول لن تستطيع الصمود لاسبوع. يعني انا تساءلت من يقصد امام من لن نصمد؟ هل هو يوجه الرساله للرؤساء؟ هل هو يتكلم عن ايران؟ يتكلم عن قجو امريكي؟ ام يتكلم عن ان نحرك عليكم الشارع مالكم كما حركناه في مصر وحركناه في ليبيا وحركناه؟ فبالتالي هذا تساؤل كبير جدا شنو يقصد؟ وبالتالي يجب ان نفهم بأن هؤلاء لا يريدون مصلحتنا. ويجب أن نفهم نحن وإيران كذلك بأن هؤلاء يريدون الصدام ويريدون هذه المنطقة أن تدمر حتى يستمروا في استنفاذ مواردها.